كثفت القوات النظامية السورية من قصفها الجوي والصاروخي لبلدتي عين ترمى وزملكة في غوطة دمشق الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من الأشخاص بينهم مدنيون وفق ما أكدت مصادر المعارضة. ويأتي القصف غداة محاولة القوات النظامية التقدم إلى أطراف عين ترمى حيث اشتبكت مع فصيل فيلق الرحمن المعارض. وفيما أكد فيلق الرحمن أنه صد الهجوم، تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض عن مقتل وجرح أكثر من 20 من الجنود النظاميين وأسر آخر، مضيفا أن القوات النظامية تمكنت من إحراز بعض التقدم الميداني في المنطقة. بموازاة ذلك شهدت الغوطة الشرقية عودة للاقتتال الفصائلي رغم التضارب الكبير بشأن تفاصيله. وقد ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات تجددت بين جيش الإسلام أكبر فصائل المعارضة في الغوطة وفيلق الرحمن في أعقاب محاولة الأول السيطرة على مواقع للفصيل الثاني في مزارع الأفتريس في الغوطة. في المقابل تحدث ناطق باسم جيش الإسلام عن أن الفصيلين اتفقا إثر اجتماع بينهما على تنسيق جهود محاربة هيئة فتح الشام النصرة سابقا من الغوطة وعلى التعاون في تثبيت المواقع العسكرية في منطقة الأشعرية التي سيطر عليها جيش الإسلام من قبضة النصرة. أما فيلق الرحمن فاتهم في بيان جيش الإسلام باستغلال الهجوم الذي شنته القوات النظامية في عين ترمى لمهاجمة مواقعه وسط الغوطة. للمتابعة معنا عبر الهاتف رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان. أهلا بك سيد عبد الرحمن، أولا ماذا يجري في الغوطة؟ هناك تضارب كبير، كيف تحققتم من صحة ما ذكرتموه بشكل الاقتتال؟ نعم طبعا التضارب هو بالنسبة للفصائل، اتهامات متبادلة بين الفصائل، ولكن بشكل مؤكد بعد اللقاء الروسي مع جيش الإسلام أو الاتفاق الروسي مع جيش الإسلام، جيش الإسلام الآن يعني من المنتظر أن يلعب دور الوصي على الغوطة الشرقية، وإن دخل فيلق الرحمن بالعملية سيكون فيلق الرحمن وجيش الإسلام هم الأوصياء على الغوطة الشرقية. طبعا يوم أمس كان هناك اقتتال ما بين مجموعة من يعني الفصائل الموجودة في الغوطة الشرقية، جيش الإسلام نفذ هجوما استهدف تحرير الشام، بعد ذلك كان هناك انشقاق من حركة أحرار الشام الإسلامية وانضمام المشتقين إلى فيلق الرحمن. لاحقا وليلا كان هناك اشتباك ما بين فيلق الرحمن وجيش الإسلام، ولكن بالتزامن مع كل هذه الاشتباكات كان هناك غارات جوية مكثفة لطائرات النظام الحربية على مناطق فيلق الرحمن في الغوطة الشرقية وجوبر، وكان هناك محاولة تقدم من قبل قوات النظام التي سيطرت على بعض النقاط وتكبدت خسائر بشرية كبيرة ما لا يقل عن 20 قتيلا وجريحا من قوات النظام، بالإضافة لأسير نتيجة هذه الهجمات التي نفذتها قوات النظام في جوبر ووادي عين ترمى. اليوم أيضا كان هناك قصف جوي ما بين عين ترمى وزملكة ما لا يقل عن شهيدين وعدد من الجرحى من المدنيين نتيجة قصف الطائرات النظام الحربية على مناطق في الغوطة الشرقية. أيضا هناك كان قذائف من قبل النظام على مناطق سيطرة جيش الإسلام في منطقة المرج في الغوطة الشرقية. في تفاصيل اقتتال لماذا برأيكم هاجم جيش الإسلام مواقع فيلق الرحمن بعد إعلانه التنسيق معه ضد النصرة فتح الشام؟ هم يعني أردوا التقدم على حساب جبهة النصرة، ولكن هذا الاتفاق يعني هو إخلال بالاتفاق. كان من المنتظر أن تكون المناطق التي كانت تحت سيطرة جبهة النصرة وهي تحرير الشام تخضع لسيطرة فيلق الرحمن، إذا جيش الإسلام يقوم بالهجوم وسيطر على هذه المناطق والتمركز بها عكس الاتفاق الذي حسب ما قيل ما بين فيلق الرحمن وجيش الإسلام. طرف يريد الحصول على مكاسب أكثر ليكون طرف أقوى تفاوض لاحقا مع روسيا أو مع النظام وفي إطار تفاوض بشأن سوريا. يعني ليس الموضوع مرتبطا بشكل ما أو إلى حد ما بأن جيش الإسلام وقع على الهدنة مع روسيا فيما لم يوقع عليها فيلق الرحمن؟ هو يعني جيش الإسلام يريد أن يقوم بروسيا، هو جيش الإسلام أساسا يعني قاتل جبهة النصرة وسابقا مصيبة الإسلام، ولكن يريد أن يقول لروسيا بأن هو الطرف الوحيد الذي ممكن أن يحارب جبهة النصرة المصنف إرهابيا دوليا، لأننا نحن نعلم بأن جيش الإسلام سابقا لديه صفقات القتال مع فيلق الرحمن وجبهة النصرة في الغوطة الشرقية تسببت بمقتل ما لا يقل يعني مئات المقاتلين من الجانبين. أشكرك رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، حدثنا عبر الهاتف من لندن، شكرا لك.